بسم الله وبالله وعلى بركة الله نبتدي هذه الحلقة بإذن الله تعالى بمناسبة جدا سعيدة وجميلة مبارك فيها على كل المسلمين وكل المواطنين والمقيمين في على هذه الأرض الطيبة وكل المسلمين في شتى أنحاء العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى الخالدة بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي إن شاء الله موجودة لآخر يوم في هذا الكون وإلى قيام يوم القيامة، وإن شاء الله دائما نكون يعني نذكر هذه الذكرى بشيء مخلد وجميل. فلذلك اليوم حلقتنا راح تكون في هذه الأجواء المناسبة الدينية اللي نتبارك فيها، ودائما إن شاء الله نذكر هذه المناسبات الدينية ونعرف شنو لها خير وأثر كبير على الأمة الإسلامية أجمع بإذن الله تعالى. فذلك أيضا موضوع حلقتنا اليوم راح يكون على اهتمام الشباب بالمناسبات الدينية، يمكن العديد أو البعض من الناس ما يعني ما يعلمون بهذه المعلومات أو بمناسبة هذه الذكرى أو شنو المناسبة اللي نعرفها، غالبا تكون عطل أو تكون مناسبات مثل ذلك، ولكن لابد أن نعرف ونقدس هذه الأيام بذكرى أمة إسلامية مجيدة بإذن الله تعالى. فذلك هذه راح تكون حلقتنا اليوم بمزيج جميل من هذه المعلومات، بالإضافة أن راح يكون بالإضافة لذلك راح يكون عندنا منشد بالحلقة راح نتكلم عن الإنشاد الديني، وأيضا يعطينا أناشيد جميلة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. يمكن وايد من الناس يجهلون شنو هذه المناسبة وسبب هذه المناسبة. احنا راح نقول لكم بعض المعلومات اللي يعني تناسب هذه الذكرى عشان تعرفون اكثر عن رحلة الإسراء والمعراج، شنو هذه الرحلة وشنو الاحداث اللي صارت في هذه الرحلة. طبعا للمعلومات ان هذه هدية تعتبر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه افضل الصلاة والسلام محمد نبينا حبيبنا. طبعا شنو صار في هذه المناسبة؟ جاءت لتواسيه بنفس هذا العام، العام اللي أصبح فيه عام الحزن كما أطلق عليه، مواساة لفقدان جدة عبد المطلب وأيضا السيدة خديجة بنت خويلد، فقدان في نفس هذا العام فقد يعني أعز ما يملك تقريبا في هذا الكون. فلذلك أتت هذه المواساة والذكرى الجميلة بذكرى الإسراء والمعراج. طبعا بعد ذلك ذهب النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من مسجد الحرام مكة إلى مسجد الأقصى في القدس، وطبعا أم سيدنا محمد على جميع الأنبياء، فذلك أطلق عليه في إمام المرسلين بعد ما أم على جميع الأنبياء. بعد ذلك بعد ما أم على جميع الأنبياء أرجب السماوات العلى، وهناك شاف بعينه منازل الجنة، الله يجعل مثوانا الجنة وإياكم جميعا بإذن الله تعالى، وأيضا شاف منازل النار والعياذ بالله، والله يبعدنا عن النار إن شاء الله ونكون مخلدين في الجنة بإذن الله تعالى مع حبيبنا الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فذلك اليوم إن شاء الله تكون أجواء جدا جميلة بمختلف المعلومات اللي نتطرق لها، بمختلف الكليبات، وأيضا الضيف اللي راح يكون في حلقتنا اليوم المنشد عبد العزيز الخليفة راح نتكلم بدخوله في مجال الإنشاد وشنو عنده من جديد، وأيضا سمعنا بصوته الجميل. بداية راح ننطلق في أول الحلقات، راح يكون عندنا كليب إلا رسول الله اللي أقام بعد ما الأحداث اللي حصلت في الدنمارك، فهذا الكليب اللي أقامه العديد من أبرز الناس في يعني العرب أو التواصل الاجتماعي أو إن كان ممثلين أو أي إن كان مشاركة يعني فنانين بعدد كبير شاركوا في هذا الكليب. فذلك راح ننطلق في هذا الكليب، إذا جاهز خلنا نتأكد إذا الكليب جاهز أو لا. جاهز، خلنا نشوف هذا الكليب ونرجع نكمل حوارنا. انقشعت بمولده ظلمة الجهل التي اكتنفت الكون، بعث آخر الأنبياء من الشجرة الإبراهيمية منقذا، بعث محمد يا رسول الله. حاربوك وآذوك، كذبوا رسالة السماء، لكنك قلت اذهبوا فأنتم الطلقاء، رغم إساءتهم ستبقى لأنك أنت محمد. فإن باعدت بيننا الدهور لك منا تحية وولاء، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد. يا رسول الله محمد، يا حبيب الله محمد، يا رسول الله محمد، يا حبيب الله محمد.
خصك الباري فشاء أن تنال الاصطفاء قبل خلق الأنبياء في السماء. أحمد نعم الرسول صادق فيما تقول بك تزدان العقول بالذكاء. أيها الهادي الأمين جئت تهدي العالمين غمس النور المبين والضياء. أيها الهادي الأمين جئت تهدي العالمين غمس النور المبين والضياء. تحيي السماء طه في كل أذان. نحن كلنا محمد. عندما رددوا فرحا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وسنبقى محمد عندما بايعناك على النصرة يا رحمة للعالمين. عشقي وعشق البشرية لطه لن ينتهي. في كل خطوة محمد، في كل نبض محمد، ستبقى رسالتك خالدة. هوانا ناطق باسمك لأنك اعتليت عروش قلوبنا. عطية لنا أنت من بارينا يا هبة الرحمن. أنت يا بدر التمام خير من يرعى الذمام دعوة فيها السلام والإخاء. كنت نورا أبلدا بعد أن طال الدجى وأتاك مرتجى في خيرا. أيها الهادي الأمين جئت تهدي العالمين غمس النور المبين والضياء. أيها النور المبين والضياء. نحن نعلو باسمك وخلقك ونسمو يا نبي الرحمة والسراج المنير. بك واجهنا الشرك الأكبر وقرآنك روح لا تقهر. محمد لكل الطوائف لكل النفوس لكل البشر. المصطفى وصاحب الشفاعة والمقام المحمود. أسماء لا تليق إلا بك. إلا محمد لأن قلوبنا تنبض بك. لن ننسى تضحياتك وعلى خطاك يا حبيب الله محمد سائرون. يا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كليب جدا جميل يحمل غاية ورسالة من خلال هذا الكليب بعد الأحداث اللي حصلت في الدنمارك والإساءة إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكر لجميع الفنانين اللي شاركوا في هذا الكليب وأيضا للمنشد طاهر
نصار، طاهر نصار على هذا الإنشاد الجميل والكليب الأجمل أمانة اللي يحمل هذه الرسالة القيمة من خلال يعني وجود الناس الأكثر يمكن تأثيرا في الوسط الفني من خلال عمل هذه الرسالة والكلمات الأجمل إلى حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك احنا مستمرين في هذه الحلقة في الإنشاد والأشياء الجميلة راح نسمعها مع الزميل والمنشد عبد العزيز الخليفة من خلال حلقتنا لليوم وذكرى الإسراء والمعراج. نكمل معاكم بعد البريك، خلكم معنا. خير الأمور في هذه الذكرى الجميلة في الإسراء والمعراج أن نستضيف شاب يملك خامة صوتية جدا جميلة مستغلها في الجانب الإنشادي واستغلال الكلمات الإنشادية اللي تلامس هذا الواقع وهذه الذكرى الجميلة. فلذلك راح نتكلم عن انطلاقته في هذا المشوار والمجال الإنشادي الجميل وأيضا بدايته في الإنستغرام وتكملت المسيرة في السوشيال ميديا. ومن خلال حلقة اليوم راح نستمتع بهذه الأصوات الجميلة والكلمات الأجمل اللي معنا راح تكون مع المنشد عبد العزيز خليفة. حياك الله، منورنا. الله يخليك، منورنا اليوم بمناسبة الجميلة. مبارك لك بهذه المناسبة، وأيضا ودنا نعرف انطلاقتك في المجال الإنشاد بداية الحوار. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على الاستضافة. أنا بدايتي شوية يعني كانت نوعا ما شوية متأخرة. طبعا أكيد الشيء الوحيد اللي أخر الواحد اللي هو إنه يستحي من الجمهور، يستحي من الناس. صحيح. فمن صغري أنا كانت عندي الموهبة، الحمد لله صوتي حلو كان، بس ما حد يعرفني غير الوالد والوالد والدري طبعا. بينهم. أي والدري. والدري أي لأن صدى بس أقل. غير هذا ما حد. فقلت لمتى يعني أنا متأخر والناس قاعد ما شاء الله يعني أمثال تبارك الرحمن حمود الخضر من صغره ما شاء الله الناس عرفه من 10 سنين. فلمتى يا عزيز يعني لما يعرفونك الناس ما تكسر الحاجز. مرت المتوسطة الابتدائي، مرت على آخر الثانوية، بس لا شفت المسألة جد خلاص يعني أحس لازم تأخذ خطوة. إيه أحس حسيت القطار يعني لازم ألحق عليه قبل لا يفوتني. فالحمد لله كسرت الحاجز بالطبر الصباح. طبعا أول مرة لا ريج موجود نسمي وقف كل شيء راح. وبعد هناك معكم صدى شيء اي متوهق و600 طالب من اول مره فتوهقت يعني، بس الحمد لله يعني هذا من اسعد الايام لانك حسيت شيء انكسر خلاص الحاجز كسرته يعني الحمد لله، ومن بعدها انطلقت يعني. لذلك دائما في كل حياتنا في اي مشوار لابد ناخذ الخطوه وان كانت يعني ما نجحت، ولكن تاخذ الخطوه لكسر هذه القاعده وانك تدش تخوض خلاص تدش في عقل هذا الموضوع. يعني انا ما اقطع كلامك يعني انا اول يوم نشت وقرأت قران بس ما كنت مؤدي عدل. اليوم اللي وراه لا الحمد لله اديت عدل، لكن باليوم الاول كنت انا مستانس اكثر لان الحمد لله الحاجز كسرته يعني. تحس اول مره هذه رهبه مو طبيعيه. لا الحمد لله الحمد لله. وربعك هذا تصدق لو الناس ما تعرفهم يمكن تطوف. بس ان ربعك وهذا اول مره توقف قدامهم الله يوفقك ان شاء الله. بالعكس هذه خطوه ممتازه هي اللي وصلتك لهذه المراحل ان شاء الله والاعلى منها الاعلى باذن الله تعالى. زين انا بستغلها من اول اللقاء وبكسر القاعدة من أول اللقاء ودائما نأخذ أسئلة، بس نبي نسمع في بداية اللقاء شيء مذهب لنا إياه عشان بعدين نقدر. أول شيء بما أن اليوم يعني مناسبة الإسراء والمعراج الحلقة وما شاء الله شفنا الفيديو كليب المؤثر جدا. صحيح. أنا في نشيدة سويتها الحمد لله صدفة أنا مسويها عن الرسول، لكن صدفة الحمد لله إن سجلتها باليوم المولد النبوي فالأخذ يعني الأجواء يعني الإيمانية. صحيح. إيه الحمد لله. هذه إن شاء الله نقول لكم إياها. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول، يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل، لو صادفتني من لدنك عناية
لأزور طيبة والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل الله يسلم الصوت جميل والهادي اللي تحسه واحد لما يسمعه يرتاح نفسيا تبارك الله الصوت الجميل هذه كلمات منه هذه كلمات شاعر قديم يعني موجوده بالانترنت وما شاء الله يعني من كلمات من يعني من كلمات الحلوه وايد ناس يعني ناجدينها منتشره وانت حبيت الكلمات وايد يعني الحمد لله يعني اختيار موفق عبد العزيز الله يوفقك في اختياراتك وافضل شيء انك تنطلق في اختيارات خصوصا في البدايه لازم تختار شيء فعلا يناسب طبقه صوتك يناسب انت يعني تحس بارتياح صحيح وانت تنشد هذا الشيء زين في وايد ناس يعني تتهم بعض المنشدين في الغناء ويصير في خلط ما بين الغناء والانشاد والناس ما قامت تتفرج فشنو الاختلاف ما بين المنشد والمغني او الاغنيه والنشيده شوف كل واحد له وجهه نظر ويعني حتى المنشدين تلقاهم شويه مختلفين بهالشيء لكن انا وجهه نظري ان الشيء الوحيد اللي اشوفه المختلف انا يعني الانشاد بيني وبينك يعني او مو بيني وبينك بيني وبين المشاهدين ان الانشاد مصطلح مستحدث يعني هو باللغه العربيه اي شيء يتغنى او ملحن هذا يسمى غناء فالغناء الحين بهالوقت انا بالنسبه لي اصنفه حق صنفين غناء هادف وغناء مثلا عاطفي الغناء الهادف هذا اللي فيه من الديني الاشياء الاجتماعيه التوعوي وغيره اي بالضبط اي الاشياء الغناء العاطفي اللي يعني الاشياء المنتشره ف يعني لكن بالوقت الحالي المجتمع خلاص يعني فرق قام يسمي هذه النشيده والثانيه اغنيه ف يعني الواحد يعني اذا بيخطي خطوه هذا بالنسبه حق عفوا عزيز هذا بالنسبه حق الغناء بشكل عام يعني بشكل عام الغناء والانشاد يعني انا قاعد اقول لك عن وجهه نظري ان انا ما افرق عندي بس الشيء الوحيد اللي افرق ان هذا غناء هادف هذا غناء بس عبد العزيز في ناس تقول ان الغناء مصاحب للموسيقى اي الغناء في موسيقى والات مستخدمه الانشاد المفروض ما يكون اي بالضبط الحين يعني ايش قاعد اقول لك الحين المجتمع خلاص سمى الاشياء الانشاديه اللي هي بدون موسيقى واللي مع موسيقى الغناء فاحنا يعني خلاص مع العرف على قولتهم صرنا خلاص قلنا وايد اتهامات تصير راح نتكلم عنها انه يتهم المنشد بانك اتجهت للاغاني وتعتبر استغليت فيها الات ولكن بالنهايه هو رساله تصل للمسامع فحتى المنشدين قالوا خلاص بتسموني مغني يبقى اقول لي مغني ولا تقول لي منشد عشان ما توجه هذه الاتهامات لان المغنيين ما توجه لهم اتهامات توجه حق المنشد هذه الاتهامات زين خلينا نتكلم عن الساحه الانشاديه في الكويت شلون تشوفونها هل في تواجد للشعب الكويتي في الساحه الانشاديه تبي الوقت الحالي ولا قبل الحالي وقبل الفرق شوف قبل كانت الساحه الانشاديه اقوى الحين موجوده لكن مو بقوه القبل ما ادري انا شنو السبب بالضبط لكن اتوقع القناعات اختلفت يعني خلاص قام الواحد يقول اذا بسمع نشيده بسمع اغنيه لكن الواحد ما يرجع حق مثلا ثقافته يمكن ترى الانشاد يثقفك اكثر من الاشياء العاطفيه اذا فاهم قصدي يعني فيعني لكن عوض ولا القطيع اي لكن موجود الساحه يعني المنشدين الحمد لله ما عليهم قصور موجودين ويقدمون اجمل الاناشيد والفن الراقي ورسائل جدا هادفه ويصلونها يعني انا اختلف معك رغم ان الاختلاف لا يفسد في القضيه ولكن اختلف ان قبل انه كان اقل عدد من المستوى المنشدين اقل يعني. لكن انا اتكلم عن القوه يعني قبل مثلا اللي يسمع اناشيد ما يسمع اغاني الحين يعني كنا قصد بالمعنى فاصل كنا تقول متدين أيه؟ واحد يعني ملتزم دينيا أيوة عفوا بالضبط. وهذا غير مثلا أيوة تقريبا يعني مسلم ولكن مو ملتزم دينيا لكن الحين لا يعني قمنا نشوف اللي يسمع اناشيد عادي يسمع اغاني عرفت او العكس صحيح فالناس قامت يعني فعشان كذي انا قلت لك ان يعني منطقيا خلاص السالفه يعني اطار واحد كلهم دائره واحده اللي هي الغناء لكن داخل غناء هادف وغناء مو هادف
ممتاز يعني انت يعني مو مهاد قصدي عاطفي اللي هو العاطفي اللي ممكن تستخدم فيه امور مثلا الحب وغيره من الاستخدامات هذا لكن بالنهايه كل واحد له وجهه نظر في هذه المساله وللعلم مثل ما تذكرت في بدايه الحلقه انه فعلا وايد في اختلافات بافكار المنشدين ولكن بالنهايه واحد يوصل الرساله بكلمات والكلمات جدا مهمه ان اهم من كل شيء ان خصوصا الانشاد انك انت ما تبي تقدم شيء بس يرضي المسامع بدون تركيز المعاني صحيح. عشان توصل هذه الرساله انت كاختيارك عبد العزيز بناء على شنو تختار الاناشيد انا احب التنويع يعني الاشياء اللي تلامس المجتمع التوعويه هذه وايد يعني اركز عليها الاشياء الدينيه مثل يعني عن رسول عن الصلاه صح. عن التوبه ما توبه الاشياء طبعا الوطنيه اكيد يعني الكويت ما الكويت يعني هذا الاشياء اللي هذا اللي يصير فيه اختلاف بعد هم يقول لك هذه اغنيه وطنيه مو نشيد وطني يعني لازم يصير نشيد وطني كويتي هو انا اقول لك شيء الحين مو الناس يقولون انه مثلا عادي يسولف صح خذ راحتك زين يعني وايد ناس قاعد يقولون ان الحين النشيده هي بدون موسيقى اذا الحين باللغه النشيد الوطني شو يسمونه الغناء الوطني ولا النشيد الوطني النشيد الوطني, وهو مع موسيقى ولكن هو موسيقى اي ف المصطلحات اختلفت يعني فالسالفه هم يقول لك لان نشيد وطني وهذا فتحيه العلم هذه المفروض ما تسميها مثل ما الناس فعشان كذي يعني المسمى مو مهم كثر الهدف او الرساله نفسها هذا اهم شيء انت قلت ان انا بلشت في الانستغرام خذيت لك خط في السوشيال ميديا وبالعكس حلو انك انت تستخدم السوشيال ميديا بشيء هادف انت قاعد تستخدم موهبتك في الانشاد وحبك لهذا العمل في السوشيال ميديا متى بلشت وشنو اختلف معك لما دشيت في السوشيال ميديا خصوصا لان المقاطع شويه تحكرك 15 ثانيه يعني قبل فتره اول ما بلشوا الناس بالانستغرام والسوشيال ميديا دخول فكل واحد ما شاء الله سهل عليه ان اي واحد عنده موهبه ينزلها بالسوشيال ميديا نفسه انا اسالك سؤال انت من متى اخر مره شاري البوم غنائي او اي شيء ما اذكر اي فالحين يعني حتى الالبومات اللي تروح تشتري ما صار في يعني مو موجود هالشيء خلاص لانه موجود السوشيال ميديا اللي سهل على وايد ناس اي واحد عنده عمل سنجل جديد ينزله اي واحد عنده هو يوصله بسرعه اي بس ما يطلع مبالغ يعني ما يطلع مبالغ اللي اختلف قبل المساله الماديه بالضبط. الشراء ما الشراء صحيح. طلع مبالغ بس شوي شوي ترى حتى الحين قام يطلع مبالغ يعني الحين اذا صار عنده مناسبات معينه ويستخدم لا انا اتكلم حتى بالسوشيال ميديا قام يشترون الالبوم بالايتونز يعني اي ممكن اي بس انا اتكلم يعني اذا واحد مثلا مو هم المادي هم بالعكس لا يوصل الرساله او هم يوصل الفن اللي قاعد يقدمه لا السوشيال ميديا وايد اريح يعني صحيح. ينتشر بسرعه واسهل لك بشكل اكبر خصوصا ان انت تحتاج الى مثلا ما تحتاج داعم ولا سبونسر ولا ممكن بس هو ياخذ بالبيت نزلها وخلاص ايه وتكون مرتاح وتوصل اذا كانت فعلا حلوه واحد على واحد منشن وغيره تساعد في هذا الموضوع احنا مستمرين في الانشاد الجميل مع عبد العزيز الخليفه ومكملين ايضا هذا الحوار راك توقف البريك نكمل مره ثانيه ردينا بعد هذا الفاصل مستمرين معكم مع المنشد عبد العزيز الخليفه حياك الله مره ثانيه منورنا احنا شفنا قبل شوي بدايه الحلقه اول سيجمنت كان عندنا كليب اللي هو لا رسول الله فخلينا نتكلم عن الجانب الخاص في الفيديو كليبس هل قاعد يخدم المنشدين في العمل ولا لا وايد يخدم المنشدين وبشكل عام يخدم اي واحد قاعد يقدم الفن لان يعني بدل ما يصير مسموع صار مسموع مرئي فالرساله توصل اسهل اذا فاهم شو اقصد والحين يعني الواحد مو شرط لما ينزل يسوي فيديو كليب مش قبل يعني يروح قناه لقناه عشان ينزلون فيديو كليب وتعال ادفع وتعال الحين لا نزل فيديو كليبك حطه باليوتيوب والحين بالايفونات والتليفونات المنتشره الهواتف الذكيه بسرعه يشوفونه فالحين قامت تنتشر اكثر الفيديو كليبات اكثر قامت تصير وبسهوله يعني تنتشر يعني يخدم, إيه يخدم ولا ما يخدم لا يخدم لان في ناس يقول لك الفيديو كليب تعودنا نشوفها في التلفزيون مو بس ايه مقاطع فاهمك الحين شنو الحين التليفونات كبرها صارت لنا تلفزيون فما تفهم تلفزيون مصغر ايه صح الحين يعني بس يعني ما عبد العزيز ما تلاحظ يعني قبل على الاقل لما انا احط فيديو كليب هو مكلف يعني مبالغ كبيره بس انت بالنهايه راح تعرضه في السوشيال ميديا او الحين سبحان الله حتى السوشيال ميديا هي حق انه يكون في مصورين اكثر يعني الحين قبل تلقى بس مثلا فريق عمل يسوي لك فيديو كليب شويه الفرق العمل هذا ايه الكاست لكن الحين ما شاء الله تشوف الكويتيين شباب ربعي مثلا انا مصورين فيديوهات محترفين ما شاء الله يعني ايه فهالشيء وايد قام يسهل حتى المصورين الفوتوغرافيين مثل ما قلت لك السوشيال ميديا خلى لاي واحد عنده موهبه ما يتردد فالسوشيال ميديا قام ينمي هالمواهب وقام تصير الحين ما شاء الله ياخذونهم صحيح
صارت بشكل أوسع، سهلت المسألة وصولي أنا، وهل أنا ممكن أقدر أجرب نفسي أشوف آراء الناس. فعلا وصلت لياها بشكل جدا كبير. زين أنت الحين عندك كلب ولا للحين ما أنت أشتغل؟ والله كانت في خطوة لكن ما سويتها. الربع الحين مصبورين، شفت شلون؟ شنو السبب؟ السبب أنا وقتي يعني شوية يبي لي لازم يعني اخلص شوي دراسه عشان امزج اكثر، لان الكليب شوي ياخذ وقت، عرفت؟ صحيح. انا يعني انا رحت سويت فيديو كليبات بس مو خاصه فيني يعني. سجلت يعني مقاطع حقي، اذكر جهات يعني تطوعيه وكذي، بس حقي انا شخصيا ما سويت للحين. ان شاء الله يكون لك الفرصه والله يوفقك في دراستك، ونسمع ايضا شيء الحين منك عبد العزيز. نسمع عن رسول بعد. برد ما شاء الله وايد. صوتك يفعل. جزاك الله خير على القصة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الله، من أجمل الأناشيد اللي أحب أسمعها العفاسي وغيره من المنشدين، اللي أمانة الكلمات جدا جميلة. طلع البدر علينا، وفي يعني أكثر من منشد استخدمها، فهذا هم يعتمد على الاختيارات. عبد العزيز، تكرار الأناشيد من المنشدين نفسهم يأثر من أي ناحية على المنشد؟ إيجابي سلبي إنه هو يختار نشيدة موجودة، ولا لازم تكون نشيدة خاصة فيه؟ يعني في لا، هو الواحد لازم يكون عنده أناشيد خاصة يعني، لكن ما يمنع أنه مثلا في كلمات عامة وقوية وانتشرت هو ينشدها بصوته بالحان الخاصة، يعني يكون عنده ذوق الخاص ويمكن يعني يضبط وتنتشر. لكن أنا ما أيد أنه واحد يكون مثلا يعني إذا في شيء نازل واحد مسويها ينزل يسويه نفسها ريميك، لكن شوية الكواليتي أقل، ما أنصح يسويها يعني. في ساعات يجازفون بهالشيء وما تضبط. عشان اوضح نقطه، قلت ريميك مو ريميكس، ورا ريميك يعني اعاده العمل نفسه مره ثانيه لكن بصوت مختلف. ايوه بالضبط، الحان مختلف، اداء نفس الكلمات. زين، في لك شيء في الفضائيات قادم بالتلفزيون؟ والله بالتلفزيون اشياء لا، لكن بالسوشيال ميديا. شنو يعني؟ ان شاء الله برمضان جاي يعني في اكثر من بروجكتات يعني مقدمينها، وان شاء الله يعني تضبط. يعني راح تعتبر سلسله مقدمه في رمضان تقريبا؟ عن شنو؟ هنبوغ منك الأخوة. والله إيمانيات بشكل عام يعني، حق رمضان وإن شاء الله. أناشيد يعني تعتبر؟ أناشيد ودعية وسوالف. ممتاز يعني. الله يوفقك، وبالعكس هذا شيء جميل تستغله في شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يعود علينا ويقرب لنا بالصحة والعافية، ويتقبل منا جميع الأعمال بإذن الله تعالى. زين، في الإنشاد في هذه الساحة، أنت قلت إن كل واحد يفضل إنه يكون عنده أناشيد خاصة فيه، أنت شنو عندك مثلاً شيء جديد أنت قاعد تقدمه في الساحة الإنشادية غير اللي قاعد تقدمه في رمضان؟ يعني الحين مقبلين على الحفلات تخرج المدارس، صحيح، فهذا الشيء وايد يعني على قولتهم وايد يطلبون هالشيء، يصير سبوت الحين اكثر علي. ويعني المتحجبات يعني انا بنت اخوي توها مسكينه قاعد تحن علي، وانا صاحب عليها من زمان لان عندي امتحانات، تحن علي تبي نشيد عن الحجاب، وان شاء الله يعني هالاشياء هذه اللي هي قادمه ان شاء الله. فالحين انت يعني هل عبد العزيز انه لازم المنشد يتماشى مع الموسم اللي هو فيه مثلا برمضان؟ أيوة، عندك كذي الوطني، الاعياد الوطنيه، فهل هو لازم يكون كذي ولا عادي؟ اكيد يعني هذا وايد يساعد يعني الشيء على الانتشار يعني، عرفت؟ يعني اذا واحد مثلا سوى نشيد على الكويت ومثلا نزلها بشهر خلينا نقول بالصيف، ما راح تنتشر كثر لما يكون عزها يعني بشهر اثنين مثلا، فاهم ايش اقصد؟ فهم نفس الشيء حفلات تخرج حزتها الحين، فالحين ما شاء الله وايد تشوف اغاني ولا اناشيد حفلات تخرج موجوده الحين، فعشان تنتشر اسهل. زين، اكثر الصعوبات اللي يواجهها المنشد غير انه يعني انه يقولون له مغني، ولا هذه الابرز؟ بالعكس يعني انا اكون وياك صريح، لما واحد يقول لي انت مغني اقول له شنو فيها يعني؟ انا قاعد اغني، ما قلت شيء غلط يعني. انا قلت لكم اي شيء ملحن او يدندن على واحد هذا يسمى غناء، فلما يجي واحد يقول لي انت مغني اقول له مشكور يعني، ما ادري اي ما سالت شنو تبيني ارد عليك اي ما يعني، انت قاعد تقول لي اللي انا قاعد اسويه بالضبط. لكن لما واحد مثلا يقول لي لا انت مثلا تغني اشياء
هابطة مثلا لا هني أنا ممكن ترجع يكون فيها وأنا ما عندي هالشيء ولا راح أسوي يعني فهالشيء اللي لكن شنو إن أكثر الصعوبات اللي قاعد يواجهها أكثر الصعوبات أكيد من جيب الخاص يعني أنا أول شيء سويتها من جيب الخاص يعني شوية من الوالدة والوالد يمعت شوية وسويت لأول عمل لكن الحمد لله بعد العمل هذا شوية قام يعني يون الجهات الثانية الجهات الطوعية الخاصة والحمد لله يعني. وحتى هذا الموضوع قبل كنا نواجه مشكلة إنه في أصوات جميلة تواجه مشكلة في الدعم المادي لأن الأغنية مكلفة وما تنفعل الحين وصلت لمبالغ تفوق 3,000-4,000 كأول سنجل ممكن واحد ينزله سواء في المجال الإنشادي أو لا ولكن تواجد الطاقات الشبابية في مجال الألحان والتوزيع وهذا سهل مسألة إنه يصير كرو مع بعض ينتجون عمل وبالنهاية كل واحد يأخذ مجاله بشكل رسمي وأوسع نطمع ونسمع شيء نطمع ونسمع شيء شو مجهز على الكويت يمكن على الكويت مو يمكن يلا في نشيد أنا سويتها عن الجهة التطوعية الحب وطن هو أنا يعني هذا الصدفة إن دشيت الفريق التطوعي لأن صراحة أخوي يعني أحمد عالم ثاني عالم التطوع وأنصح كل واحد يدش فيه يستغل وقت الفراغ يخلي الواحد يحس انه هو قاعد يسوي شيء يشارك الناس يشارك الاحداث ويكون له علاقات ويعرف انه تواصل مع الناس فلذلك انت شنو اطلقت يعني في الفريق نفسه لا الفريق هو طلبوا مني نشيد اسوي لهم وسويت لهم وصراحه استمتعت باللي سويته وحسيت انه في شيء انا طايفني لا كان انضمت وياهم وفريق الحب وطن التطوعي وانا عضو افتخر وياهم صراحه افتخر وياهم طبعا قابلتهم اكثر من مره برايكم شاوه هذه كلمات دكتورة ميثا الهاملي من الإمارات والحان عثمان إبراهيم وأدائي إن شاء الله ما أنساها بحب الأرض والأوطان نادوا وكونوا للتسامح مرسلين فجودوا بالمحبة والدعاء هو شنو مقطع عن نفسه ما عن الحب عن الحب وطن يعني؟ إيه هو فريق الحب وطن شنو هدفه إنه ينشر مفهوم الحب الصحيح بين الناس يحاول يوصل إن الحب مو بس علاقة بين شخصين لا الحب أكثر من كذي الواحد إذا حب وظيفته مثل ما أنت تحب وظيفتك تبدع لا أنت تبدع ما شاء الله صحيح. الواحد إذا حب أسرته إذا واحد حب نفسه راح يثقفها وينميها فهذا الفريق يعني هدفه كذي عن طريق الفعاليات اللي قدمها يحاول ينمي هذا المفهوم ممتاز انت الحين قاعد تتكلم عن الفريق انا نسيت النشيد فقمت ارجع لا عادي كله واحد عادي مو مشكله بالنهايه هل دامك انت قلت هذه النقطه خلينا نذكر يعني في مثلا منشدين هل لابد انه يحافظ الانشوده عشان يؤديها ولا عادي يعني انت كان اديتها مثلا وان كان انك نسيتها هل لابد ان انا اكون حافظ الشيء اللي انا بقوله حافظ يعني هو يعني ترى شوف في شيء ترى شيء الحفظ يضيع اي وهو ترى اتوقع اغلب الناس الحين لما يسمعون اغاني واناشيد يسمعونها مدتها تقريبا المتوسط اللي هو 4 دقائق 3 دقائق حسبال المنشد او المغني لما يروح بس يعني يشوت شوته واحده خلاص انه بس قاعد ينشد ال4 دقائق هذه ما يدري انه مثلا قبلها بساعتين قاعد يتدرب ويعيد ويسجل ويعيد ويمسح فهالشيء وهذا يحفظنا اياها حزه العمل يعني فتلقى بعد العمل خلاص بالبيت باي مكان قاعد اعيد العمل من كثر ما انا خلاص يعني عدته واسجل واعيد لكن بعدين يعني صار يعني هذا النشيد صار له تقريبا 4 سنين يمكن فهذا الشيء اللي خلاني انساها هو شوف بالنهايه الاداء يعني يفرض على الحفظ يفرض على كل شيء اذا انت صح. يعني التمست الكلمه بالضبط. وهذا صح. اهم شيء انك انت تتواصل مع الكلمه بينك وبين نفسك صحيح. انك انت تحس هذه الكلمه وانت تاديها كانشاد لكن عبد العزيز بسالك ايش كذا صار لك في مجال الانشاد بلشت انا اول عمل سويته رابع ثانوي 12 اتوقع يعني صار 4 سنين ونص انا كنت بسالك سؤال بس لانه يعني وقت البريك راح نتكلم في سؤال في مساله ان العديد من المنشدين يشون في الانشاد ويكون عندهم خامه صوتيه جدا جميله ولكن يوقفون بعد فتره بسيطه من دخولهم هذا المجال راح نترقب الاجابه من عبد العزيز لكن بعد البريك لكم انا
ردينا في آخر فقراتنا اليوم مستمتعين بهذه الأجواء الإنشادية الجميلة والذكرى الأجمل، ذكرى الإسراء والمعراج. أسأل الله يبارك لجميع الأمة الإسلامية وعودة مجددة مع عبد العزيز الخليفة، حياك الله مرة ثانية. سألناك قبل فاصل في مسألة أن وايد من المشهدين يدشون هذا المجال في فترة بسيطة، رغم أن يحملون كامة صوتية وأداء صوتي جدا جميل، ولكن يتوقفون بعد فترة بسيطة. ليش؟ هي أول شيء أتوقع مسألة حماس. الواحد خلاص الأول ما دش يتحمس ويسوي العمل الأول الثاني شيء بعدين يوقف. الظروف اللي هي أتوقع غالبا مادية الدعم، يعني الظروف الثانية اللي هي الدراسة. يعني هذه أنا الحين موقف، توني قاعد أسولف مع المعد أقول أنا الحين حاليا موقف لأنه ما أقدر امتحانات. فهذا الشيء وايد يعني ساعات الواحد مو بس يوقف امتحانات، ساعات يكون خلاص كورت. بس في ناس عبد العزيز يعني ما تكون عذرهم مواقف كثر ما تكون عذرهم مو انتشار، انه يقول لك انا ما انتشرت، حسيت ان هذا دروب او ما له اقبال، مع ان الحين بدا الاقبال يصعد على هذه الامور. يعني صحيح. صارت اختلاف وتوضيح للرؤى ان انا ما قد انظر لها انه منشود خلاص انا متدين. في ناس يقول لك انا لا انا ما بيكون مثلا بالتحفظ الزايد. شوف انا اتوقع اللي واحد اذا وقف على اساس هي العمل ما انتشر، يمكن هو مو ماخذ المساله يعني هوايه، لان هو اذا يحب الهوايه ما راح يوقف فيها، هوايته هذه خلاص راح يصير كنا يبيها. بس انا اسمع اي انا اعرف ناس والله يعني يسوون عمل انا اسمع، اروح عندهم الاستديو اسمعه اقول ليش ما تنشره، يقول لي بس هذا مسوي انا بيني وبين نفسي. هو ممزج، اقول له العمل هذا لو ينتشر خلاص يضرب يعني. بس يقول لي والله يا ابو سعيد ما بينشرها. شوف يعني هذا يعني يدل ان حبا بالعمل هو قاعد يسوي بينه وبين نفسه. حلو زين. عندك تجربة إعلامية سمعنا عن مشاركات معينة، شنو كانت؟ خلينا نشوف شنو المواهب قال تمسها منك. هي انا يعني اي دعاية تطلع للموسيقى وياها واحد صوت الفويس اوفر ثقيل، زائد ان الاخبار اللي تطلع الاخبار العامة بشكل عام احب اقلدهم. فمن صغري كنت اقلدهم لما حسيت ان نبرة صوتي صارت نفسهم الثقيلة. جرب قول موجز الاخبار من الراي الحين. انزين لحظة ايش رايك اقول القصة؟ لا بس قول موجز الاخبار من الراي، خلينا نشوف النبرة. اهلا وسهلا بكم مع موجز الاخبار. هذا خطوط الجوية هذا. لا بس حلو في كلام صوتي حلو. انزل عبد العزيز، يعني انت كنت حاب التجربة الإعلامية؟ اي حبيتها. يعني ممكن انه يطلعك على مجال الانشاد يكون اكثر؟ ما اتوقع انه يطلعني، لكن عادي اروح هني اقدم اخبار وانشد هني عادي. هم صح نهاية الاخبار تقول لك نشيدة وتطلع اكثر ام الروتين. انزل خلينا نسمع شيء مجهز لنا ايضا عبد العزيز. أنا مجهز أوكي، هذه عن مرت حمود الخضر لكن جميلة صراحة. الألبوم الأخير طبعاً. إيه زميلوني. زميلوني دفئوني من شتاء أنقذوني بحى صوتي حان موتي أينكم لا تسمعوني، هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني، شل طرفي مات نصفي جف دمعي في عيوني. زميلوني الله يسلم الصوت. انا رحت معاك لهذه المواقف، كانت هي عن موقف سوريا بالضبط وفتره الشتاء تحديدا، ان كانت ما يحملون مثل الملابس الكافيه. فعلا اوجه تحيه ايضا للمبدع امانه احمد الخضر من خلال البومه اللي فعلا كسر السوق. اي أيوة والله ما شاء الله، يعني هذا اللي اتكلم عنه ترى الحين هذا يقولون هذه لا نحتاج الملابس. صحيح يعني ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، يعني حتى الفئه الصغار قام يرددونها كل يوم، يعني انا عندهم البيت كل يوم، يعني شيء هادف قاعد يوصل لهم طريقه ايضا. الدليل تردد هذا الشيء ودخوله في مجال البوم
رغم ان احنا كنا نتكلم في البومات ان السينجلز هي الافضل حاليا، ولكن هو دش في البوم البوم ما شاء الله كل شيء افضل من شيء قاعد يقدمه، هو كسر القاعده امانه. يعني احسن يعني بدل مثلا اللي هالي يرددون اشياء ما لها معنى او ما لها هدف، ما شاء الله يرددون اشياء تفيدهم تنمي فيهم صح يعني. لو يفكر بالمعنى وجهه تحيه طبعا المبدع محمود الكضر، كان لي عمل هو في كان فيديو كليب هو يدي في الاوقاف بس ما صار هذا الفيديو، ان شاء الله يكون في اعمال اخرى. عبد العزيز لوين حاب توصل؟ شو اللي ببالك؟ شو اللي وين ودك توصل؟ اللي ببالي اني اوصله صراحه اهداف وايد، لكن اللي ما راح ارتاح الا لما اشوف رسالتي او بصمتي عند الناس موجوده، يعني هذا الشيء اللي راح احس انه الحمد لله. يعني انت بتكمل مجال انشاد ولا هل ممكن بيوم من الايام ان عبد العزيز يوقف عن هذا المجال؟ ما اتوقع يوقف، لانه مثل ما قلت لك انا احب هالشيء، احب هوايه، حتى لو مثلا ما تجي لي اعمال اني اقدم، لا انا بيني وبين نفسي راح انزل. انزين، اكثر موقف عبد العزيز اثر فيه في مجال الانشاد؟ اكثر موقف في عمل سويته حق عن الحجاب مثل القمر، اسمه عنوانه مثل القمر. هذا العمل سويته والحمد لله انتشر انتشار جميل. ردود اللي صراحه اللي اثر فيني، من ردود اللي اثرت فيني انه السوشيال ميديا طبعا تويتر وانستغرام، يعني وايد من الاخوات يقولون انا مثلا اذكر واحده قالت لي بنت خالتي تحمست من النشيده عشان تتحجب، فهالشيء وايد وايد اثر فيني. يعني هذا انت قدمت يعني النشيده؟ اي انا مقدم النشيده. حافظها ولا حافظها؟ سمعنا ان شاء الله. حافظها. مثل القمر لابان نوره ضياء وامان، لايق عليك الحجاب زادك حلو ايمان. مثل القمر لابان نوره ضياء وامان، لايق عليك الحجاب لايق عليك الحجاب زادك حلو ايمان. في طاعة الرحمن طعم الفرح ألوان، النور منك بان والحسن فيك ازدان والحسن فيك ازدان. الله جميل، انا شجعتني اتحجب لا تخجل. الله يعطيك الصحه العافيه. اليوم ما ادري ايش فيني وانا نساق. لا عادي، ترى امس مخلص من فاينل فالظاهر من الله يوفقك ان شاء الله. العز بالعكس معذور امانه، احنا بالنهايه لما نسمع هذه الكلمات والصوت الجميل اللي قاعد تديه وتوصل رساله الحلو في هذا الموضوع، ان انت مثل ما تفضلت إن شيء ممكن يشجعهم من خلال سماحهم لبعض هذه أنا الأناشيد. عبد العزيز، إحنا في الوسط المحيط لابد يكون عندك مثلاً تواصل مع المجال في الإنشادي، شلون علاقتك مع المنشدين في هذا المجال؟ الحمد لله علاقتي وياهم وايد قوية، تجمعني طبعاً أول شيء يكون يعني اللي يجمعنا اللي هو العمل، يا فلان تقدر تلحني، يا فلان تقدر توزع لي، بعدين خلاص نصير رابع يعني والحمد لله نتعاون. يعني هذا الشيء وايد يفيدنا، حتى لما ننزل شيء نتردد ولا شيء نستشيرهم، يعني ها ايش رايك بهاللحن، ايش رايك بهالكلمات. ممتاز، الله يوفقك عبد العزيز، احنا جدا سعداء بتواجدك اليوم. عبد العزيز الخليفه، والله يوفقك ان شاء الله في المجال، تحقق اللي تبيه وتدش، وان شاء الله نتشرف اذا يوم قعدت بهذا الكرسي وقدمت وصرت مذيع في برنامجنا. طبعا انا يعني لي علاقه باخوي محمد سداني المذيع بالاخبار واي اي، الحين قاعد ان شاء الله عليه ترى التلفزيون ما في واسطه في اداء ما عندنا. لا ان شاء الله انا واسطه، يمكن محمد سداني ما ادري. الله يعطيك الصحه والعافيه، وايضا تحيه لزميلنا محمد سداني مذيع الاخبار. الله يوفقك ان شاء الله عبد العزيز، تحقق كل اللي تتمناه في هذا المجال وفي هذه الذكرى الجميله. كنا ذكرنا المنشد والمبدع حمود الخضر، راح نختم هذه الحلقه، في ختام هذه الحلقه وصلنا معاكم نختمها مع انشوده من البوم الاخير لحمود الخضر في امان الله. توجهت لقبلتي، قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان، والصلاة تعيد لي الحياة. I see your light five times every day.
my fears away. Oh, when I pray, I hear the call. It led me to your door. I want my heart to soar to you, my Lord. Oh, God above, bless me with your love and keep me true. Loving and praising you. فله المآل عزتي بركوعي وسجدتي بها حريتي لك ذا الجلال. يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة. I know you're always near, my pain you're here. Oh, I was lost, and no one was with me. I was blind, but now I see, by your mercy. Oh, God above, bless me with your love, and keep me true, loving and praising you. تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة.